السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوورد بيوفر لنا إمكانيات كتيرة جدا لكتابة المراجع بشكل كويس جدا. كل اللي عليا إن أنا أحدد المكان اللي أنا أخدت منه الفقرة ديت أو الجزئية ديت، وأروح لرفرنس وأقول له سيتيشنز، انسيرت سيتيشن، وأقول له أد نيو سورس. لو في حاجة موجودة قبل كده هيبدأ يحطها لي هنا عشان يسهل عليا. بيقول لي السورس ده هل هو عبارة عن بوك ولا جورنال ولا ريبورت، اللغة الأسر، فتبدأ تكتب اسم الأسر اللي أنت واخد منه، التايتل بتاع الكتاب، اليير السنة، المدينة، المعلومات الخاصة بالمعلومات اللي أنت عايز تحطها على الكتاب، مثلا الناشر، وممكن تقول له شوف فيبدأ يوريك الحاجات التانية برضو. أقول له أوكي، فبدأ يضيف لي المرجع بالشكل دوت، وتقدر تعدل في شكل الحاجات تتكتب ازاي، يعني ممكن يبقى لها اكتر من شكل، بحيث انها مثلا هنا كاتب اسم السنين 2019 نقدر نخليها بشكل اخر. تمام. طيب دلوقتي لو انا عايز احط مثلا مرجع اخر، هاجي هنا وهقول له انسيرت، الاقي المرجع ده موجود دلوقتي، ممكن اقول له اد واروح ضايف مرجع اخر ل 2019. ممكن تقول له edit، تقول له مثلا عايز تكتب اللاست الفيرست الميدل وهكذا. طيب هنا بيقول لك التاج نيم هيبقى معمول ازاي، اللغة ممكن بدل بوك دي خليها مثلا جورنال ارتكل، تقدر تعلم هنا بحيث تشوف الباقي ده الصفحة بتبقى عاملة ازاي. طيب بعد ما كتبت كله هوصل هنا في الآخر خالص، أروح رايح الانسيرت وأقول له بيج بريك، وبعد كده أرجع تاني للريفرنس وأقول له هنا أنا عايز أظهر المراجع. هو بيقول لك عايز تظهرهم بأي شكل، تقدر تختار الشكل اللي أنت عايزه، هيبدأ يكتبهم لك بالشكل دوت. تمام. ممكن تقول له لا ده أنا عايزه مثلا بالشكل دوت أو دوت وهكذا، الشكل اللي أنت عايزه. تقدر تعمل أبديت للكلام، تقدر تيجي هنا تعدل، تقدر تعلم على الشكل دوت وتخليهم كلهم يمين بالشكل دوت. طيب ممكن تيجي هنا تقول له مانج سورس وتختار المرجع. ممكن في مرجع تاني في ملف وورد تاني انت فاتحه على الجهاز دوت، يعني هو بيبدا يجيب لي كل المراجع، فلو في مرجع تاني عايز اضيفه بعمل سيلكت هنا واقول له كوبي انسخه لي هنا، فلما اجي ادوس على الانسيرت يبدا يجيب لي المرجع الاخر. طيب الستايل، هو انا كاتب الاسم دوت، ممكن تقول لا ده انا عايز ستايل اخر، هتلاقي مثلا هارفورد ليها شكل اخر في الكتابه وهكذا، تبدا تختار شكل المرجع هيكتب ازاي. يعني انا كتب سليم عمر هنا كان بيكتب سليم او وهكذا، بحيث توحد شكل الكتابة اللي هيبقى موجود في المراجع.